أرقام كارثية كانت حذرت منها منظمة الصحة العالمية وصلت إليها أعداد ضحايا وباء الكوليرا في اليمن بعد إعلان تخطي عدد الوفيات 1500 حالة والمصابين إلى 250,000 في 21 محافظة. تصدرت محافظات تعز والحديدة وحجة ذات الكثافة السكانية العالية معدلات الارتفاع، فيما أعلن عن انخفاض عدد المصابين في مناطق أخرى. هذه أرقام مخيفة جدا طبعا، أكثر انتشارا كانت في صنعاء وحجة والحديدة وتعز والضالع وعدن ولحج وأبين. هذه المحافظات اللي كان فيها تسجل أعلى معدل في الإصابات. المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل يومين في صنعاء أعلن فيه ممثل اليونيسف أن الحالات المعلن عنها خلال 3 أشهر بدأت أواخر إبريل الماضي، وأكد أن الوضع ما يزال في غاية الخطورة على الرغم من تحركهم الفعال لمكافحة الوباء والدعم الكبير الذي قدمه مركز الملك سلمان عبر المنظمات الدولية. المساعدات التي قدمت مركز الملك سلمان بتساهم مساهمة كبيرة في تخفيف العبء على مكتب الصحة الذي كان يعاني من قصور كثيرة من الأدوية والمستلزمات الخاصة لأمراض الكرة. فحالة أمراض الكرة بدأت تنتشر في محافظة مأرب من شهر 4، ولم يكن هناك أي دعم يخص المحافظة لهذه الحالات لعدم اعتقد انه عدم ظهورها في الاعلام. ما خصصه وجه فيه ولي العهد حفظه الله لمواجهه وباء الكوليرا، هذه ادت نتائج جيده بفضل الله عز وجل. مثلا في بعض المحافظات بدا فيها تراجع للوباء. المنحنى الوبائي للكوليرا غير ثابت، فبينما تنخفض حالات الاصابه في منطقه ما يرتفع في منطقه اخرى، واكثر حالات الوفيات تسجل قبل وصولها المستشفيات. الجهود التي قامت بها المنظمات الدولية بدعم مركز الملك سلمان ساهمت في حصر وباء الكوليرا في بعض المحافظات، فيما ارتفعت عدد الوفيات إلى أكثر من 1500 حالة وفاة، ما يظهر أن الوباء ما يزال يشكل خطرا على المجتمع اليمني. محمود الحميدي، الإخبارية، مأرب.